مساكم الله بالخير وحياكم الله في أربعائنا العرفجي اللي ينور برجعة وحضور طائر السلام الدكتور عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفجي للاستديو. دكتور حياك الله فيها هلا والحمد لله على السلامة. الله يحييك الله يسلمكم إن شاء الله. والله افتقدتكم وافتقدت أشياء كثيرة لكن الحمد لله. احنا افتقدناك جدا. أول شيء بنشيك على الساعة. والله تعرف أحيانا عاد الإمام سأله مرة المحامي في شهادة قال له الساعة كم؟ قال له يا بيه ما شلش الساعة، إحساسي بالوقت معدوم. الله. تجي فترة للإنسان يصير إحساسه بالوقت معدوم لولا الالتزامات والصلوات والمواقيت كان الإنسان مشى الساعة. تعرف في السلف كانوا يحسبون الوقت أفضل منا، إحنا نشتري أغلى الساعات 50,000 60,000 لكن لا نلتزم بالوقت. كان الفقهاء يحددون أن يصير ظل كل شيء مثله، مثلا تحط خشبة أذان الظهر يكون هنا، أذان العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه. يقول لك والله مقدار زيارة المريض مقدار حلب الناقة. حلب الناقة يأخذ من 12، أنا حلبت نياق كثير، من 10 إلى 12 دقيقة. ما عندهم مواقيت زينا، فيقول مقدار ما بين الركوع والسجود. تعرف هذه الوحدات الزمنية. طبعا الأخوة المصريين اخترعوا اختراع لم يخترعه أحد لا من إنس ولا من جن، قالوا مسافة السكة. مسافة السكة هذه مسافة زمنية مفتوحة من دقيقة إلى يومين. لما تقول شو يقول مسافة السكة؟ ما أنا قلت لك يا مسافة السكة. طيب أنت متى تستخدم مسافة السكة ومتى تستخدم حلب الناقة؟ مع العرب استخدم مسافة السكة، مع العجم استخدم مسافة مقدار حلب الناقة. هذا إسقاط خطير على العرب يا دكتور. والله العرب ما العرب مع الأسف لا يعني شوف مواعيدنا، يقول لك أجيك بعد العصر بعد بين العشوين. إيش بين العشوين ولا الضحى؟ سير علينا بعد الظهر. لا ولا أحسن شيء إذا قال لك بعد العشاء. طبعا بعد العشاء مفتوح، فممكن يجيك الساعة 9 ممكن يجيك الساعة 11 يعني. شوف لو تقرأ كتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قيمة الزمن عند العلماء تذهل. يعني كان الإمام ابن تيمية رحمه الله كان من استغلال الوقت يزوروا بعض الثقلاء مثلي ومثلك، يزورون الثقلاء فهو يجيب معه مجموعة أقلام يبريها أثناء الزيارة، فعشان يستفيد بالوقت مع الثقلاء بدل ما يقولوا لا تجون يبري الوقت، يسوون شيئين في شيء واحد. هذه قيمة الوقت عند العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الساعة قائمة والدنيا مقلوبة وأنت معك فسيلة برضو تزرعها عشان تصنع الحياة وتستغل الوقت في آخر لحظة من عمرك. طيب أنت شايف الرياض مطر اليوم مع جيتك ما شاء الله تبارك الله، والشوارع كذا مبتلة بالمطر، بركاتك يا مولانا. أي والله لا، والمطر له دورين، المطر بركة وغسيل أحزان. يا سلام، عاد احنا اليوم نبغى نتخلص من حكايات الحزن، فصدقنا على الله ترجع ابتساماتك الحلوه هذه. وهذا عشان تعرف انه احنا لما قلنا انك ناثر السعاده ما كنا نبالغ. كم سؤال خلال الحلقتين الماضيه انه وين ابتسامه العرفجي؟ وين ابتسامه؟ شوف كل شيء يعود الى اصله، كل شيء يمر وينتهي وتبقى الحياه تسير. كل الاحداث اللي مرت مرت وبقي الزمن هو الزمن، فهذه سنة الحياة. أن الإنسان يعود دائما إلى عمله الطبيعي، تمر عليه يعني تمر عليه مو بس مصايب، حتى يمر عليه أفراح. يعني الإنسان أحيانا من يشتري سيارة يفرح فيها أول يومين ثلاثة بعدين خلاص تتناقص الفرحة. فالإنسان لازم يكون منصف أنه عنده كمية من الأحزان لكن أيضا كمية من الحب وكمية من الفرح. تعرف عند البدو مثل خطير مع أنه سيء، يقول الله لا يبين غلاك. الغلا الإنسان متى يبان؟ يبان إذا فقد. أنا ما أتمنى شيء، أنا بغيت تبين غلاي وأنا ميت. إذا مت وأنا حي، إذا مت ما حد ينفعني. ليش نأجل أحزاننا وغلانا نبينه للناس عندما يموتون أو يبكون؟ لماذا نستغل من اللحظة هذه إذا لنا أحباب نتواصل معاهم، مو ننتظر لين يموتون ونقول أوه الله لا يبين غلاك. يا سلام، يعني وغلاك واضح. شوف أنت لما كنت في أمريكا كل ما نقول لك اشرب شاي تقول صايم، الحين خلاص انقطع الصيام والوقت هذا. نعم، ومحلينه بالعسل ترى. ايوه، اشرب وخذ راحتك وعن اذنك ناخذ اخبار العرفجي. ايش رايك؟